أهلا بكم مشاهدينا مجددا في هذه التغطية المتواصلة للانتخابات المحلية عبر قناة الأجواء. أدى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم السبت واجبه الانتخابي في إطار الانتخابات التشريعية 2021، حيث صوت الرئيس تبون في مدرسة أحمد عروة في بوشاوي بالعاصمة. كما كان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رفقة حرمه وأفراد من عائلته، ودعا السيد الرئيس إلى ضرورة التوعية بأهمية المواطنة باعتبار أن الانتخابات حق وواجب لكنه ليس إجباريا، ولأجل المساواة بين البلديات الغنية والفقيرة. كشف رئيس الجمهورية إن هناك تغيير في قانون البلدية والولاية لسنة 2022، ويأتي هذا القانون لإعطاء البلديات إمكانيات لتتبنى سياستها والتي تتماشى مع إمكانياتها المالية. نتابع أبرز التصريحات للرئيس السيد عبد المجيد تبون. قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي على هامش إدلائه بصوته في الانتخابات المحلية أن هذا اليوم درس للمغردين والمشككين في إجرائها. وأكد بوغالي أن الانتخابات المحلية تعتبر محطة حاسمة في تاريخ الجزائر، وتندرج في البرنامج الذي التزم به رئيس الجمهورية لتجديد وبناء مؤسسات الدولة الجزائرية الجديدة. وأكد بوغالي أن الجزائر تملك الكفاءات والطاقات التي تمكنها من الخروج بسلام والرفع من شأنها لتصبح من بين الأمم التي يحسب لها ألف حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. وجودي اليوم في مسقط رأسي ببنزقن ولاية غردايا هو لأداء واجب دستوري، هو الانتخاب، إدلاء بالانتخاب فيما يخص الانتخابات المحلية. كذلك تعد هذه الانتخابات محطة حاسمة في تاريخ الجزائر، وكذلك تندرج في البرنامج الذي قطعه والتزم به السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون فيما يخص النقاط 54 لتجديد وبناء المؤسسات الدولة الجزائرية الجديدة. اليوم
بميكانيزمات الجديدة التي أتى بها القانون العضوي للانتخابات وهو القائمة الحرة القائمة المفتوحة. نعتبر أن المواطن له حق الاختيار في إيجاد الكفاءات والطاقات لقادرة تنمي هذه البلاد وترفع من شأن هذه البلاد. اليوم كذلك الفرحة تكون فرحة الجزائر، لأن كاين درس اليوم باش الناس المغرضين اللي كانوا يشكوا في إجراء هذه الانتخابات اليوم راح نعطي لهم درس اللي راحين ينتفعوا به للأبد، وأن الجزائريين كي يكونوا في المواقف الحاسمة منضامنين باش يرفعوا من شأن هذه البلاد. والحمد لله كاين الخيرين والمسعى في الإصلاحات، احنا الحكومة ماشية فيه، وإنما تحب انخراط والانضمام لكل أفراد الشعب، لأن التغيير ما هو سهل. احنا نقر بأن في أخطاء في الماضي في التسيير، اليوم عندنا فرصة وعندنا فرصة سانحة لازم نستغلوها ونستغلوها بقوة باش البلاد هذه نرفع من شأنها وتعاود تولي المكانة تاعها في المجال، لا في المجال الدبلوماسي فحسب، وإنما حتى في المجال الاقتصادي والاجتماعي وغيره. وهذا ليس مستحيل على الجزائريين اللي قدموا وما زال يقدموا دروس في عدة مجالات، وعندنا الكفاءات وعندنا الطاقات لإن شاء الله الجزائر تخرج بسلام ويرفع من شأنها وتولي من بين الأمم الذي يحسب لها ألف حساب. والسلام عليكم. شكرا. فيديو صافي مشاكم شباب لاباس عافية اهلا وكان الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قد أدى واجبه الانتخابي بمدرسة أحمد باي بالعاصمة، وهذا في إطار الانتخابات المحلية والولائية التي انطلقت صباح اليوم السبت عبر مختلف ربوع الوطن. أدى وزير الاتصال محمد بوسليماني اليوم السبت واجبه الانتخابي في إطار محليات نوفمبر 2021. كما قال بوسليماني إن هذه الانتخابات مهمة جدا للمواطنين، داعيا إياهم إلى المشاركة في التغيير بالتصويت على الشخص الذي يرونه مناسبا. كما أشار وزير الاتصال في تصريحات صحفية على هامش التصويت إلى أن التغيير يبدأ من الحي والحي يسيره البلدية، وأوضح الوزير يجب على المواطن أن يكون على وعي أن الحي التابع إليه دائما ما ينادي حتى يكون متطورا. وأضاف وزير الاتصال أن على المواطن أن يختار الرجل المناسب حتى لا يتذمر في المستقبل عن رئيس بلدية ما، مردفا البلدية هي أساس وبداية التغيير للمضي في الجزائر. مهمة جدا، احنا كمواطنين كنا ننادي بالتغيير، كنا ننادي بالتغيير، واليوم راه كاين عندنا فرصة باش نساهموا، كل واحد يساهم في التغيير بالتصويت على الرجل المناسب اللي يشوفه مناسب. لأن التغيير باش يبدا؟ التغيير يبدا بالحي، والحي شكون يسيره؟ يسيره البلدية. لازم المواطن يكون على وعي باللي الحي تاعو اللي هو دائما ينادي باش يكون مطور ويكون كذا باش يتحسن، لازم يختار الرجل المناسب يسيره الحي باش غدوة ما يبداش يشكي ويقول رئيس البلدية الفلاني ماهوش يخدم. لازم أنا نتحمل مسؤوليتي ونتصوت اللي نشوفه مناسب اللي نثق فيه، وهكذا باش هذا التغيير يبدا من البلدية. لاباز الساس هي البلدية، لازم الناس تعرف بلي البلدية هي الساس، هي بداية التغيير
للماضي في الجزائر الجديدة إن شاء الله. شكرا. 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 أدى وزير التجارة كمال رزيق اليوم السبت واجبه الانتخابي في إطار انتخابات المجالس البلدية والولائية. على هامش الإدلاء بصوته أكد وزير التجارة أن الانتخابات مهمة جدا باعتبار أن المواطن سيختار من يمثله في تسيير شؤونه المحلية، سواء ما تعلق الأمر بالمجالس البلدية أو الولائية. وأضاف أيضا أن الانتخابات حلقة من حلقات الإصلاحات التي وعد بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، كما دعا المواطنين إلى الخروج كرجل واحد للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم من أجل إتمام عملية الإصلاح. وزير الصناعة أحمد زغدار من جهته أدى أيضا واجبه الانتخابي صباح اليوم في إطار محليات نوفمبر 2021. وقال السيد الوزير في تصريح للصحافة على هامش الإدلاء بصوته إن المواطن هو الذي يقوم بالتغيير. وأشار أحمد زغدار إلى أن بالتغيير يمكن بناء المؤسسات، داعيا المواطنين إلى تأدية الواجب في كل الولايات. نواصل مشاهدينا الكرام تغطياتنا لهذا الاستحقاق، حيث بمدرسة المستقبل المتواجدة ببلدية الجزائر الوسطى رصدت لنا الزميلة نريمان انطباعات المصوتين. نتابع التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هنا راكيف رانا دركا متواجدين في مركز تصويت مدرسة الاستقلال، وين يحتوي هذا المركز على 8 مكاتب تصويت، والحالة راهي تجري في صفة عادية، تنظيم راهو عادي، المؤطنين تاع كل المكاتب راهم متواجدين في المناصب تاعهم، ورام يخدموا، وكاين اقبال على بال كوم دابيتود، ثم مع صباح يكون اقبال شويه ناقص، وشنو ان شاء الله نتمنى يزيد الاقبال تاع الناس اللي تجي تصوت. والحاله راهي عاديه كيما راكي تشوفي، ما عندنا حتى مشكل الحمد لله من صباح للان، وان شاء الله حسب التنظيم اللي رانا دايرينه وكذا ما راح يكون حتى مشكل. ورام يجونا مام تاع الناس، سواء تاع المترشحين ولا نستقبلهم ونرضيهم في كل يعني جميع الاسئله ولا المشاكل اللي يشوفوهم، ولا نتعاملوا معاهم باحترام ونلبيوا الامور اللي نقدروا نلبيوها لهم باش ما يكونوش مشاكل، وتكون ان شاء الله هنا الانتخابات سارية في ظروف حسنة إن شاء الله، وبالتوفيق لكل أحزاب اللي راهي هذه. والسلام عليكم. سي جوست بور نقول لكم باللي الإقبال راهو اليوم صافا، راهو سوغ أن نومبغ إلي بيان، بون با فريمون بزاف، باسكو الفترة الصباحية راهي قليلة مع الشتاء إيتو، مي التنظيم راهو على ما يرام. صافا كلش راهو مليح، هذه الساعة راهي مليحة، بوك ما لو نومبغ إلي با أنكور كبير، راهو صغير، وإن شاء الله جيسبيغ تكمل في أحسن الظروف، وأعطيهم الصحة الناس وأصحاب البيروات وكلش. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فيما يخص تنظيم الانتخابات وإتمام البرنامج المؤسساتي للسيد رئيس الجمهورية والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يعني اليوم نلاحظ أنه تنظيم مدقق ومحسن من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. نلاحظ أن جميع المراقبين، رؤساء المراكز، رؤساء المكاتب كانوا في الوقت المناسب وكانوا بالمرصاد لإنجاح عملية الانتخابات. اليوم من مدرسة الاستقلال بالجزائر الوسطى نعلن أن الحمد لله كل المراقبين في أماكنهم، السلطة قامت بالواجب الحمد لله، إقبال المواطن بالنسبة للتشريعيات الماضية يعني لاحظنا استحسان رغم أننا في الفترة الصباحية.
وبولاية المسيلة مشاهدينا توجه السيد الوالي رفقة السيد الأمين العام للولاية وبحضور السلطات المحلية للأداء الواجب الانتخابي بالمركز الانتخابي متوسطة زيادة بالمسيلة. طرأ على قانون البلدية في هذا الاستحقاق عدة تغييرات في الشق المتعلق بكيفية اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي، فحسب ما ينص عليه الأمر المعدل والمتمم لبعض أحكام القانون رقم 10/11 المؤرخ في 22/2011 المتعلق بالبلدية، يلزم المنتخبون لعضوية المجلس الشعبي البلدي بالاجتماع من خلال 8 أيام عن إعلان النتائج النهائية للانتخابات من أجل تنصيب المجلس، وبعد تنصيب المجلس ب5 أيام على الأكثر يجتمع أعضاؤه مرة أخرى تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا من أجل انتخاب رئيس المجلس، حيث يتم تشكيل مكتب مؤقت للإشراف على انتخاب الرئيس، ويتشكل هذا المكتب من المنتخب الأكبر سنا إلى جانب المنتخبان الأصغر سنا على أن يكونوا غير مترشحين لرئاسة المجلس، ويستقبل المكتب المؤقت الترشيحات لانتخابات رئيس المجلس الشعبي البلدي وإعداد قائمة بالمترشحين، وهذا حسب الحالة. ففي حالة فوز تشكيلة سياسية بأغلبية المقاعد في البلدية يقدم المترشح للانتخابات كرئيس للمجلس الشعبي البلدي من القائمة الفائزة بالأغلبية، وفي حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة يمكن للقائمتين الحائزتين على نسبة 35% على الأقل من المقاعد أن تتقدم بمرشحها لرئاسة المجلس. أما في حالة عدم حصول أي قائمتين على نسبة 35% من المقاعد يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح عنها ليجري انتخاب سري، وفي حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة يجري دور ثاني بين المتحصلين على المركزين الأول والثاني. وفي حالة تساوي عدد الأصوات بين مرشحي الدور الثاني يعلن فائزا برئاسة المجلس الشعبي البلدي المرشح الأكبر سنا. إذن مشاهدينا الكرام، تبقى تغطيتنا مستمرة للانتخابات تجديد المجالس البلدية والولائية، نلتقي بعد حين إن شاء الله.